جمال سرحان وسهير عبد الستار وريهام رأفت واسلام ابو العطا وايمان ابو العطا كانوا باعتين جزء من السؤال بتاعهم، هل في علاقه بين الجلطات وبين الكورونا؟ ايوه في علاقه، ايوه في علاقه. الكورونا من الفيروسات اللي ممكن تسبب تجلط الدم، تجلط الدم يعني تغير اسلوب الدم في معاملتك، خليه يتجلط في اي حته، في ايد، في رجل، في عين، في مخ، في اي حاجه. عشان كده من البروتوكول بتاع كورونا احنا بندي مسيل دم من الاول خالص، لكن لا تصل الى الموضوع اللي انا اتكلمت عليه اللي هي جلطه الرئه الكبيره دي. لا ما شفناش حالات كده انها جلطه كبيره وكده. فعشان كده احنا بنخلي بالنا، نخلي بالنا كويس جدا. لو انتوا تلاحظوا احنا بنطلب دي دايمر، ده تحليل بتاع جلطات في كل الحالات المشتبه فيها كورونا، لدرجه ان في الطب دلوقتي بنعتبرها احد عوامل التشخيص، احد عوامل التشخيص. اقول لك نعمل مسحه ماشي، نعمل دي دايمر ماشي، او دي دايمر عالي يمشي معانا. ليه؟ الكورونا احد اسباب تجلط الدم، عشان كده في بروتوكول العلاج بنكتب مسيل دم عشان ما يحصلش مشكله. لا تصل باي حال من الاحوال انها تعمل لك الجلطه اللي انا بتكلم عليها اللي هي صدمه وكلام من ده، لا، بس بنخاف انها تيجي في حته مهمه، لانها لا تفرق الكورونا بين الشريان والوريد، فممكن يبقى الجلطه شريانيه وممكن تبقى وريديه. كلا الحالتين ربنا يحميكم ويحفظكم من هذا المرض اللعين، وان شاء الله هو بيختفي، وان شاء الله نبقى نعيش في امان بعد كده.